السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جه بيقول ليه الشركات لا تتبنى البيم؟ ليه الشركات مش تتبنى البيم؟ أعتقد السؤال المفروض يكون العكس، ليه الشركات تتبنى البيم؟ ليه؟ لأن حسب قانون نيوتن الجسم الساكن يفضل ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، والجسم المتحرك يظل متحركا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تدفعه إن هو يتحرك أو إن هو يقف. فالشركة شغالة بالأوتوكاد وبتكسب منه كتير، إيه اللي خلاها تتجه للبيم؟ غير إنها سمعت عن الفوائد بتاعته وإن هو يوفر لها فلوس والحاجات دي كلها، في 3 عوامل بتأثر عليه، في عامل من فوق وفي عامل من الجنب وفي عامل من تحت. العامل من فوق بينقسم لنوعين، الحكومة تخليه إجباري أو العميل نفسه يكون طالب بيم، فيضطر إن هو يتجه للبيم، يعني هو عمال يسمع الفوائد. بس فكرة المخاطرة دي لازم حاجة تأثر عليه، لازم في حاجة حصلت تخليه يتبنى البيم. أو من الجنب، من الجنب مقصود بها إيه؟ مقصود بها إن شركة تانية منافسة، إحنا الاتنين بنتنافس على المشاريع، نفاجأ إنها تبنت البيم وإن البيم ده نفع معاها ووفر لها كتير، فيبدأ يقول لك أه طب ما تيجي نتبنى البيم. أو من تحت، طبعا الأقوى من فوق، بعد كده من الجنب، بعد كده من تحت. من تحت اللي هما السبلايرز أو الناس اللي السب كونتراكتور او السب كونسلتنت، بيعملوا شغل بيم ويبعتوا لنا شغل بيم، طب ليه ما نستفادش منه؟ فهو الفكره كلها ممكن التكنولوجيا تطلع جديده ويطلع فيها فوائد كتير جدا، بس هنتبناها امتى؟ لما نحس ان احنا فعلا الشركه بتاعتنا محتاجاها، او نحس ان في ضغط من فوق، او نحس ان المشاريع دلوقتي كلها طالبه بيم، فمش قادرين ندخل في المنافسه ولازم نعمل تيم بيم ونستفاد من مزايا البيم. صباح الخير.